نور، أولى محطاتنا لليوم رح نسلط فيها ضوء على المجال الإعلامي وقرار التعميم الذي صدر مؤخرا لإقامة دورات تدريب وتأهيل بموافقة وزارة الإعلام. وللحديث أكثر عن تفاصيل القرار وآلياته بصرنا نرحب الأستاذ غسان فطوم، عضو مكتب تنفيذي في اتحاد الصحفيين ورئيس مكتب التأهيل والتدريب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولمشاهدي إخباري السوري. يسعد صباحك. خلينا نحكي بالبداية عن هيدا القرار، قرار التعميم بإقامة دورات للتأهيل بموافقة وزارة الإعلام. نعم، الحقيقة بالبداية اسمحي لي أتشكركم على إتاحة هذه الفرصة فعلا للإضاءة على هذا التعميم الهام الذي صدر مؤخرا عن السيد رئيس مجلس الوزراء. نعم، هو قرار هام ويأتي في وقت مناسب تشهد فيه السوق الإعلامية فوضى حقيقية. الحقيقة هذا القرار سوف يضع حدا لدكاكين التدريب التي كانت تعمل في الخفاء والعلن دون حسيب أو رقيب، والتي كانت تبيع الوهم للصحفيين، خاصة الصحفيين الشباب من خريجي كلية الإعلام أو الراغبين بالعمل بهذه المهنة المتعبة حقا. هؤلاء كانوا يقعون ضحية الوهم عن طريق مراكز غير مرخص لها، كما قلت تعمل في الخفاء وحتى في العلن طالما الرقابة غائبة والفوضى مستمرة. لذلك نحن نعول كثيرا اليوم على هذا التعميم في ضبط عملية التدريب في السوق الإعلامية، والكرة الآن هي في ملعب وزارة الإعلام. المطلوب منها اليوم كما كان واضحا في التعميم أن تشكل لجان خاصة لمراقبة سوق التدريب، يمكن عن طريق مديريات الإعلام الموجودة في المحافظات التابعة للوزارة، ونحن في اتحاد الصحفيين يمكن الحقيقة أن نساعد بهذا المجال لأننا نعتقد لدينا دورا ويمكن أن أتحدث عنه. دور كبير. نعم. يمكن. نعم. لاتحاد الصحفيين بهذا المجال. نعم نعم. لأنه هي نقطة كتير مهمة اليوم مثل ما قلت أستاذ غسان، الفوضى العارمة. نعم. عم نشوف مين ما كان عم يعمل دورة، حتى لما بنفوت بنسأل عن هي الدورات الأستاذ الفلاني أول مرة بنسمع فيه. قديش. نعم. فعليا هذا القرار قادر يضبط هي الفوضى اليوم لما نقول أنه في دورة إعداد وتأهيل يجب أن تكون دورة لكبار الأساتذة. اليوم عم نستغرب بالأسماء اللي عم تكون مطروحة، حتى كلمة إعلامي أو إعلامية عم تكون كمان لمين. نعم. ما كان. نعم. اليوم. نعم. بالضبط، نحن كاتحاد صحفيين لدينا الحقيقة دور كبير، وهذا القرار خليني أشير إلى نقطة كثير مهمة. نحن أثناء لقائنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء كان أولى المطالب هو وضع حد لهذه الدكاكين التي أنا أصر على وصفها بالدكاكين، لأنه بصراحة لا تستغرب إذا قلت لك حتى الجمعيات الخيرية دخلت على خط التدريب. فأي خطاب إعلامي نريد أن نطوره في ظل هذه الفوضى؟ لذلك نحن في الاتحاد كان من أولى مطالبنا من قبل أثناء لقائنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء أن يضع حد لهذه الفوضى في سوق التدريب، ومن خلال هذا المنبر أتقدم بالشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة لهذا الموضوع. طبعاً أستاذ غسان، يعني كل قرار بيكون له دائماً آليات. نعم. وبتشمل أكثر من شيء. يعني اليوم نحن لما بدنا نقول إنه في عنا نقص بالتدريب، نقص بالمراكز، في كتير عالم رح تلجأ لهي المراكز. إضافة رح تقول إنه يمكن عم تقدم لي وقت طويل من الدورة التدريبية وبسعر قليل. مع إنه هن ما بيعرفوا إنه اتحاد الصحفيين ممكن عم بيقدم دائما دورات وشبه مجانية وبأوقات مختلفة حتى بمحافظات مختلفة. يعني من أشهر كان في لكم بحمص وحاليا بحما، وقريبا رح يكون في لكم بمحافظات أخرى. آليات العمل، كيف ممكن نحن نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من المعنيين بهذا الموضوع اللي هنا الصحفيين أو المتدربين أو حتى العاملين في. نعم. مجال الصحافة اليوم كيف ممكن تقدموا نفسكم بسهولة. نعم. بالشارع. بس قبل ما جاوبك على هالسؤال بدي أشير لنقطة كتير مهمة. أثناء ما طلع التعميم وحصر الموافقة بوزارة الإعلام، في كتير ناس سألوا هل اتحاد الصحفيين يحتاج إلى موافقة لكي يقيم دورة إعلامية؟ لا، نحن شركاء بإقامة هذه الدورات. إذا اتحاد الصحفيين. نعم. بده موافقة. البعض سأل عبر صفحة الاتحاد على الفيسبوك إنه هل أنتم بحاجة؟ ربما يعني هو سؤال من حقي أن سؤال مشروع. نحن شركاء بعملية التأهيل والتدريب، وكما تفضلتي لدينا برنامج حقيقة وضعناه منذ بداية العام الحالي بإقامة دورات، طبعا انطلاقا من مسؤوليتنا المهنية تجاه زملائنا. انطلقنا من حمص كما تفضلتي، ثم طرطوس، فاللاذقية،
وخلال الأسبوع القادم إن شاء الله سنكون في حماة. ميزة هذه الدورات التي يقيمها الاتحاد هي دورات مجانية للأعضاء العاملين المنتسبين للاتحاد وبأجر رمزي للعاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية بحدود 5000 ليرة سوري، أما العاملين في القطاع الخاص فهي بحدود 15000 ليرة. فهذه المبالغ هي قياسا بالمبالغ التي تؤخذ من قبل المراكز الخاصة المرخص لها هي رمزية. أكيد يعني حتى هي الأرقام يعني حتى قبل الحرب على سوريا كمان هي كانت نعم تعتبر رخيصة يعني قبل الحرب شيء وبعد الحرب شيء، وهي رمزية جدا حقيقة قياسا بالظروف الراهنة. فنحن التأهيل والتدريب حقيقة أولوية لدينا في اتحاد الصحفيين. التأهيل والتدريب خليني أحكي شوي عن هذا الجانب، هو حجر الزاوية اليوم في صناعة منظومة إعلامية سورية قوية قادرة على مواجهة التحديات. اليوم أنت لا تستطيعين أن تتحدثين عن تطوير الخطاب الإعلامي السوري إذا لم يكن لديك كوادر مؤهلة بشكل جيد. لذلك أنا أستغرب وجود بعض مديريات التأهيل والتدريب في بعض المؤسسات الإعلامية لكنها عاطلة عن العمل. صحيح. لا، اليوم يجب أن يكون في كل مؤسسة إعلامية حيز كبير للتأهيل والتدريب. كلنا بحاجة للتأهيل والتدريب من الكبير في الإعلام حتى الصغير. طبعا. لأننا عندما نحكم بشكل صحيح هذه العملية تكون مخرجات الخطاب الإعلامي جيدة وقادرة على المنافسة. وهي نقطة كتير مهمة غسان، انه فقر يمكن المؤسسات الحكوميه بدورات لاعاده التاهيل والتدريب مع انه في مراكز موجوده، قديش مهم اليوم تفعيل دوره في ظل الفوضى العارمه بالاعلام. تمام. لانه نحن مثل ما قلنا من 7 سنين لليوم بسبب الحرب على سوريا عم تلاقي كثير من الشباب مو بالضروره يكونوا خريجين جامعه دمشق كليه اعلام، مو بالضروره عم يكونوا موجودين عم يوثقوا الحدث عبر يمكن صفحاتهم على الفيسبوك عبر كثير من الوسائل التواصل الاجتماعي. قديش مهم اليوم اعاده تاهيلهم وتدريبهم واحياء هي الدورات. نعم، عمليه التاهيل انا باكد بقول هي استثمار في المستقبل. إذا أردت أن تستثمري جيدا في الإعلام في المستقبل يجب أن تعتمدي على التأهيل والتدريب. بدون هذا التأهيل لا يمكن أن نصل كما قلت لك إلى الهدف المرجو، وهو صناعة خطاب إعلامي سوري لجسر الفجوة. اليوم ما فينا نتخبى وراء أصبعنا، هناك أزمة ثقة بين المواطن السوري والإعلام الوطني. كيف نقوم بجسر هذه الفجوة عندما يكون إعلامنا مرآة حقيقية للواقع؟ لأن الإعلام ما كان مهيئ لهيك ظروف بسبب فقر هي الدورات. ودليل ذلك الأزمة التي نعيشها الآن. الحرب إعلامية بالأساس على سوريا، ونحن لو كنا نمتلك منظومة إعلامية قوية قلتها أنا وقالها حتى المعنيون في الإعلام عندنا، لو كنا نمتلك منظومة إعلامية أو خلية إعلامية صحيحة ربما كنا قللنا كثيرا من أخطار هذه الحرب التي أصبحت الآن في خواتيمها بفضل الانتصارات التي يسجلها الجيش العربي السوري. نعم. ومن هذا المنبر نقدم التحية لأبطال الجيش العربي السوري. أكيد أستاذ غسان، يمكن مثل ما حكينا عن نقطة اليوم مثل ما موجود عدد كبير من المدرسين أو اللي عم يعملوا دورات هن مو معروفين هن مين طبعاً أو هم غير مراكز معتمدين. أو مراكز غير معتمدة. أيضا موجود عدد كبير أصبح لدينا خلال فترة الحرب من العاملين بالإعلام هن جدد أو ما عندهم خبرة كبيرة. نعم. اليوم نحن بحاجة لتدريب أيضا. نعم. لأنه الحرب أفرزت هذا الشيء بشكل طبيعي مثل أي دولة. مين اللي بيقدر يروح يسجل بهي الدورات؟ كيف عم بتسهلوا حتى للي ما هو إعلامي ولكن هو عنده خبرة وصل له سنين عم يشتغل بالمجال، كيف بتسهلوا؟ نعم، هناك تضخم الحقيقة بالسوق الإعلامي كما تفضلت، هناك إعلاميون حقيقيون وهناك متسلقون على هذه المهنة. طبعا هناك ضوابط بالتأكيد، الأفضلية للعامل، للأفضلية للصحفي المنتسب بالاتحاد والعامل في المؤسسات الإعلامية الوطنية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. ليس لدينا شرطا طبعا إلا أن يكون صحفيا ممتهنا للمهنة، لا نريد أن نذهب إلى الشارع لنبيع الشهادات. نحن نبيع معرفة، نبيع فكر، نبيع معلومة. لا نريد أن نلجأ إلى أساليب بيع الوهم كما كان يحدث في ظل هذه الفوضى. لذلك لا شروط لدينا إلا أن يكون الصحفي عاملا وراغبا في العمل بمهنة الإعلام. طيب خلينا نحكي معك أستاذ غسان، مين بيحق له إقامة هي الدورات بموجب هيدا القرار إذا ما نفصل أكثر آلية العمل طبعاً. للمشاهدين يعني لما عم نقول عم نشوف في مراكز للتدريب غير مرخصة وأسماء غير معروفة. نعم. وبمبالغ جدا كبيرة وضخمة عم تكون بالنسبة للمنتسبين لهي الدورات. اليوم
بموجب هيدا القرار، مين بحق له إقامة هي الدورات وعلى أي أساس؟ طبعا يحق للمؤسسات، لكل مؤسسة إعلامية اليوم حكومية يحق لها إقامة مثل هذه الدورات. اتحاد الصحفيين يحق له أيضا بموجب قانون اتحاد الصحفيين أن يقيم هذه الدورات. أيضا المراكز الإعلامية المرخصة، هناك في سوريا عدد من المراكز الإعلام المراكز التدريبية المرخصة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء أيضا يحق لها. لا يحق للمخالف أكيد، أي جمعية خيرية لا علاقة لها بالإعلام، أي مركز، أي شخص، يعني كنا نفاجأ بأشخاص يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة هذه الدورة من خلال مدربين غير معتمدين وغير معروفين وبمبالغ هائلة، يعني بمبالغ كبيرة جدا. لذلك أنا أتمنى، هي نقطة كثير مهمة، الضبط أن لا يكون فقط لإقامة الدورة، أيضا لضبط الأسعار. طبعا اليوم نحن نمر في ضائقة اقتصادية، لذلك يجب أن نكون رحيمين على من يريد أن يتبع هذه الدورة، وخاصة من الإعلاميين الشباب. اليوم الدورة قد تكلف 70 وربما تكلف مئات الآلاف. صحيح. لذلك أنا أتمنى حقيقة من وزارة الإعلام أن يكون لها دورا بضبط الأسعار، بوضع مثل بيقولوا نشرة أسعار خاصة لهذه الدورات، سواء بالظهور التلفزيوني أو بالإلقاء الإذاعي أو حتى بالتحرير الصحفي. بتشوف إعلان اليوم أستاذ غسان، يعني بتشوف خلال 10 أيام فيك تكون مذيع وتدفع 250. تماما، يعني هيك الإعلان يعني بصير على السوشيال ميديا. في حكي إنه كيف تصبح إعلاميا في خلال أسبوع؟ يعني هذا السؤال فعلا، يعني أنت لما بتشوفيه على الفيسبوك بتضحكي إنه أنا معقول؟ فبالتالي الذي ليس لديه خبرة بهذا المجال ربما يعني يصدق هذا الشيء ويذهب. صح. وعندما تسع يعني بكون قاعد فاس بالراس. يعني مثل ما بيقولوا الحكي كثير سهل، يعني البعض بيقول انه تماما، يعني يعني كمان لازم يكون هو المقدم او المذيع، هو اسهل شغله. شو انت بتقعد قدام الكاميرا تحكي وخلص. نحن باتحاد الصحفيين نمارس هذا الدور التوعوي بصراحه، يعني من خلال فروعنا بالاتحاد، الاتحاد فروع في اغلب المحافظات، في دمشق، في حمص، في اللاذقيه، في طرطوس، في حماه، في حلب، ومؤخرا فتحنا فرع في السويداء. نحن من خلال هذه الفروع نقوم بدور التوعية بالإضافة إلى دور التأهيل والتدريب. كذلك نأمل من مديريات الإعلام التابعة للوزارة في المحافظات أن تقوم بممارسة هذا الدور التوعوي من أجل إبعاد الشباب حقيقة عن الوقوع في شباك هؤلاء الذين يبيعون الوهم. طيب استاذ غسان، بما انه حكينا عن الدور التوعوي، من فتره كان لكم، من ايام قليله سابقه، كان لكم لقاء مع شباب كليه الاعلام والاداره في كليه الاعلام، نحكي عن هذا اللقاء وشو تضمن. نعم، في الحقيقه فعلا منذ اسبوعين تقريبا التقينا مع طلاب كليه الاعلام، كان لقاء حقيقه له صدى ايجابي، حيث قدم الزميل موسى عبد النور رئيس الاتحاد شرحا مفصلا عن آلية العمل في الاتحاد، عن كيفية الانتساب لاتحاد الصحفيين، ماذا يقدم اتحاد الصحفيين، ما هي خطط اتحاد الصحفيين. الحقيقة والأجمل هو كان التفاعل من قبل طلاب كلية الإعلام مع هذا اللقاء والحوار المفتوح. ونحن حقيقة لدينا خطة لطلاب، أو خطة عمل لطلاب كلية الإعلام والخريجين في كلية الإعلام. لدينا الآن حقيقة نحن في صدد أن نقبل كل خريجين كلية الإعلام كمتمرنين في اتحاد الصحفيين، بشرط أن يتعهدوا بدفع ما يترتب عليهم من مستحقات. كذلك لدينا خطة بقبول الطلاب على مقاعد الدراسة كصحفيين مشاركين. اللافت باللقاء الحقيقة هو كان الشكوى من قلة فرص العمل. وأنا اليوم حقيقة في جريدة البعث لدي زاوية حول هذا الموضوع بعنوانها أمل حتى الملل. يعني لاحظنا شكوى حقيقة من قبل الخريجين في كلية الإعلام، منذ يومين تم تخريج دفعة جديدة تماما. فللأسف يعني طالب أو خريج الإعلام يعيش أحلام وردية لمدة 5 أيام، ومن ثم تتلاشى هذه الأحلام عندما يصطدم بواقع المر، عندما يذهب ليبحث عن فرصة عمل فلا يجدها. اليوم أنا برأيي المطلوب البحث عن فرص عمل لخريجين كلية الإعلام. منذ أن تأسس القسم في عام 1985 في القرن الماضي لغاية اليوم، عندما أصبح كلية منذ عام 2011، أصبح هناك مئات بل آلاف الخريجين
جزء قليل منهم اليوم دخل هذا المجال العمل، والجزء الكبير اليوم يبحث عن فرصة حتى الدخول في، يعني لما تكون طالب في كلية الإعلام وتدخل المجال الإعلامي بتتفاجأ بآلية العمل تختلف عن الشيء النظري اللي أخذناه بالجامعة، يعني حتى آلية العمل تختلف على أرض الواقع. هون دور اتحاد الصحفيين بالتشبيك يمكن مع وزارة الإعلام مع كلية الإعلام لتهيئ الطلاب الجدد للمجال الميداني فينا نقول، لأنه تختلف المعايير والمقاييس بشكل نعم كتير نعم كبير. نعم. كلية الإعلام دورة مهم أكيد، يعني نحن إذا بدنا نتعلم صحافي أو نتعلم إعلام الأفضلية هي للكلية، والكلية لديها طاقم تدريسي جيد، ولكن دائما هم أنفسهم أساتذة الكلية يقولون ينقصنا الجانب العملي، هناك ضعف إلى حد ما في الجانب العملي. تعمل الكلية حاليا على تطويره من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية، من خلال ربما زيارات ميدانية أيضا للمراكز الإعلامية. ونحن في اتحاد الصحفيين حقيقة تباحثنا مع عميد الكلية وسوف نوقع اتفاقية للتعاون فيما بيننا، وسنحاول مساعدة طلاب الإعلام بالضغط لتأمين فرص عمل. يعني نريد أن للوعود التي تعطى لطلاب الإعلام أثناء حفلات التخرج أن تتحقق، يعني مو أنني أنا أقول بدي مثلا العشرة الأوائل وظفهم في الإخبارية السورية أو في الفضائية السورية، لا، أنا بدي هذا الكلام يتحول إلى واقع. اليوم قلت لك هناك الآلاف، لذلك يجب أن لا نستغرب أن تكون هناك دعوات لإيقاف كلية الإعلام أو تعليق القبول فيها حتى يتم إيجاد فرص عمل للخريجين المخضرمين أنا بقول عنهم والجدد. يعني اليوم أنا لا يمكن أنا خرج طلاب إعلام خاصة بقطاع الإعلام، قطاع حساس جدا، يعني انت عم تستوعب مثلا الالاف المئات كل سنه، بس مفروض اقل شيء توظف العشرات. هذه المعادله بين المدخلات والمخرجات حقيقه فيها خلل كبير. لذلك نامل نحن من وزاره الاعلام من المؤسسات الاعلاميه ان تبادر الى مد يد العون للاعلاميين الشباب، لانهم هم استثمارنا كما قلت لك في المستقبل. وهنا ايضا اؤكد على اهميه التاهيل والتدريب. الكليه المعلومات النظريه لا تحقق الغايه المرجوه، اكيد اكيد التاهيل هو حجر الاساس، لذلك يعني يجب ان يكون اكيد، يعني الحديث عن التاهيل والتدريب هو مجال طويل، ودائما نحن بنحب نتشكر حضرتك على كل المعلومات اللي بتقدم لنا اياها، وان شاء الله القادم دائما افضل لكل يلي رح يحصلوا على الدورات او حتى للطلاب الجدد. شكرا إن شاء الله. بكرر شكري لرئاسة مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة لمطالب الصحفيين، لمطالب اتحاد الصحفيين في قونن تدريب الصحفيين، لأن السوق كما قلت لك كان فيها الكثير من الفوضى. واسمحي لي أشير إلى وأذكر أن دورة حماة ستبدأ في السبت القادم، وهذه دعوة لكل الصحفيين في حماة الخريجين في كلية الإعلام للانتساب إلى هذه الدورة والدورات القادمة. الأستاذ غسان فطوم رئيس مكتب التأهيل والتدريب باتحاد الصحفيين، نتشكرك على وجودك معنا، وبنعرف مع بداية عام 2018 يمكن في خطة عمل مهمة لاتحاد الصحفيين رح نحكي عنها في حلقات قادمة. نتشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا.